بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبالضبط مع عمالة إقليم النواصر وقسم شؤون الاجتماعية جمعية ساعة الفرح كتقوم بتنزيل برنامج 3 اللي هو تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. ففي إطار هذا تنزيل هذا البرنامج جمعية ساعة الفرح مكلفة بمحور التسيير بحيث أنه كتقوم بتنزيل خدمات الاستقبال الإنصات والتوجيه في عدد من المراكز. كتقوم كذلك جمعية الجسر المكلفة بمحور دعم التشغيل الشباب، وكتقوم جمعية ساعة الفرح بتنزيل برنامج أو محور دعم ريادة الأعمال وكذلك تحليل سلاسل القيم أو ما يسمى بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني ليكونومي سوسيالي سوليدير اللي كنقوموا فيه مواكبة التعاونيات ويعني تكتل التعاونيات. اليوم حنايا بصدد تدشين منصة إقليم النواصر اللي كتواجد على مستوى ولاد صالح أو اللي كنسميوه لونتين دو ولاد صالح. على مستوى هذه المنصة غادي نقوموا بتنزيل الخدمات ديال الإنصات الاستقبال والتوجيه. دونك كيف ما كتشوفوا معنا على مستوى هذه المنصة أو الملحقة شباب، عدد من الشباب غادي يقدروا يستافدوا، المنبثقين من هذا التراب غادي يقدروا يستافدوا من الخدمات ديال الإنصات الاستقبال أولا الإنصات والتوجيه. من بعد كنقوموا بالتوجيه ديالهم المحاور، محور دعم التشغيل، محور دعم ريادة الأعمال، ومحور دعم الاقتصاد التضامني والاجتماعي. في إطار تمكين إقليم النواصر من البنية التحتية الشبابية، اليوم تنفتتحوا هذا الدار شباب النصر، اللي تتوجد في المنطقة ديال فيكتوريا واللي تدخل في إطار برنامج إعادة إسكان قاطني دور الصفيح، وغتمكن الطفولة والشباب ديال هذه المنطقة من واحد الفضاء للتنمية الذاتية والتنشئة الاجتماعية والقضاء أوقات الفراغ. بالنسبة للأنشطة اللي غتحتضن هذه المؤسسة هي أنشطة مختلفة تتنوع بين ما هو ثقافي تربوي مسرحي رياضي، وكذلك الإضافة المهمة هو تواجد واحد نقطة ارتكاز ديال المنصة الإقليمية للشباب واللي غتمكن الشباب ديال المنطقة من الفرصة ديال الحصول على التوجيه والإرشاد في مجال سواء سوق الشغل ولا إنشاء مقاولات خاصة. اليوم كما شاهدتوا كان تدشين ديال طريق السيد العام، تدشين ديال دار شباب النصر، وإضافة إلى منصة الشباب اللي غتستقبل الساكنة ديال النصر. كتعرفوا هاد المشروع اللي كان دار في إطار شراكة قطاع خاص والدولة بين الوكالة الحضرية وشركة كاران اللي تكلفت بإنجاز هاد المشاريع وبتمويل من طرف الدولة. لكن المشاريع لأنه إضافة إلى المراكز الصحية واللي كان عرف التدشين ديالو أمس، مشروع ديال نصر واحد في قطاع 17 اللي كان عندنا واحد الخصاص في هذه المنطقة ديال السكنين، لأن هذه المنطقة كتعرف باستقطاب الساكنة ديال إعادة إسكان دور الصفيح من الدار البيضاء، وبالتالي هذه المرافق اللي كانت ضرورية وخاصة أن الساكنة كانوا كيطلبوا اشتغال هذه المرافق. والحمد لله اليوم اللي دشنا هذا المرفق ديال دار الشباب منصة ديال الشباب، والإضافة إلى المستوصف الصحي اللي في النصر، والإضافة إلى كنتظروا عدد المرافق الأخرى اللي كتلبي، لأن كاين خصص كبير في هاد المنطقة اللي كتعرف واحد كثافة سكانية كبيرة، وحنا كنتظروا في مراكز أخرين اللي دشنوا باش يستقبلوا الشباب والساكنة ديال هاد المنطقة.